الفوز 2-0 برضو وفاق سطيف من الفرق الكبيره اللي ليها اسمها في افريقيا. بالنسبه للمباراه النادي الاهلي دخل المباراه النهارده كان وفاق سطيف دخل عكس ما احنا توقعنا، قلنا هيضغط، ضغط على النادي الاهلي، كان هو مسيطر على اول 10 دقائق، بعد كده هشام محمد وحسام عاشور وليد سيمان بداوا يسيطروا على منطقه نص الملعب، هي دي اللي ادت الافضليه للنادي الاهلي. علشان كده النادي الاهلي لو قيمناه على مدار المباراه شوط اولاني هايل ما شاء الله، استحواذ وخل فرص هدفين، الهدف الاولاني ما شاء الله احمد حمودي هي نفس اللعبه اللي عملها الوليد ازارو قبلها وكان التسلل صحيح، هي نفس اللعبه عملها الوليد سليمان، وقلنا خطوره وليد سليمان ان هو دايما بيكمل بيدخل في ال 18 وبعكس وليد ازارو، النهارده ظهرت في الهدف اللي كمل فيها مجرد احمد حمودي بيعمل العرضيه كان هو ليه تواجد في ال 18، الاوفر ما شاء الله هايل، هو مجرد لمسها وجهها في الزاويه البعيده صعبه طبعا على حارس المرمى. الهدف الثاني اسلام محارب جايبه شطه بيمينه، لكن لو رجعنا لقبل الهدف هتلاقي وليد ازارو هو اللي حيا الكره تاني، كانت المدافع ياخدها ويطلع بيها ورا، هو اللي حيا الكره ويعني حصل ما بينه وبين المدافع، جات له اسلام محارب سددها. الشوط الاولاني، الشوط الثاني طبعا الاداء نزل، مجهود كبير خلال الفتره اللي فاتت سواء في افريقيا او سفر في البطوله العربيه او كان في الدوري، في الاجهاد باين، لو اللعيبه بنفس الفورم ما فيش اجهاد في الشوط الاولاني كنا هنشوف نتيجه كبيره، بس بالرغم ان احنا بنقول اجهاد لكن في فرص اتخلقت في الشوط الثاني وانت مضغوط، شفنا كره وليد ازارو اللي في العارضه بالدماغ ده هدف يعني سهل جدا 100%. وهوريك واحده دلوقتي ثانيه انفراد وليد ازارو بيها يا سمير، انفراد وليد ازارو اللي ركنها بسيط جدا يعني، زائد الهدف برضه اللي اتحسب تسلل. هو وليد ازارو يعني نصيحتي ليه، هو مستعجل الهدف، عندك حق، طول ما هو مستعجل الهدف هيلاقي الامور صعب، هو بيعمل مجهود ما شاء الله هايل ودوره باين في الملعب، بيوسع لوليد سليمان وبيخلق مساحات لاسلام محارب واحمد حمودي وبيرجع يدافع، شفنا كره على ال 18 هو اللي مش بيرجعها للشناوي، صحيح، فدور دفاعي هايل، دور هجومي هايل، هو ما يستعجلش الهدف، هو الهدف يجي لوحده، هو ما شاء الله من اللعيبه اللي بتبذل مجهود كبير. اتكلمنا على نقطه ضعف النهارده